طبعا بشكر النادي الاهلي والكابتن اسامه الكابتن الكبير، وبشكر قناه الاهلي، وبنشكر اداره النادي الاهلي متمثله في مجلس اداره النادي الاهلي بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره ربنا يشفيه، وزملاء اعضاء مجلس اداره، وبشكر السيد الاستاذ محمد مرجان رئيس مدير النادي، والسيد العميد احمد النحاس مدير فرع مدينه نصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، وده مجيد على النادي الاهلي نادي القرن، بشكرهم جدا، وده طبعا لسمعه النادي الاهلي، بشكرهم على هذا كرم الضيافه. الحمد لله طبعا يعني ده واجبي كرئيس نادي، واولا فرقه ناشئين 99 بتاعت النادي ده مستقبل النادي، وهي فرقه عامله السنه دي والسنه اللي فاتت موسم كويس، ومؤسسها كويس، متاسسها كويس سواء مجلس الاداره الحالي او مجلس الاداره السابق، وترتيبنا الرابع الحمد لله رابع مقرر قبل الماتش ده، وطبعا فيها عناصر كويسه، والكابتن مجد عباطي اختار ثلاثه من العناصر دي انضموا للفريق الاول، فدي مستقبل النادي، لازم احنا بنحرص على الناشئين، وقطاع الناشئين هو اللي هيبقى الدفعه للفريق الاول ان شاء الله المستقبل، دايما نادي اسوان بيطلع ناشئين كويسين وبيحرص، فانا بحرص على طول يعني النهارده قلت كويس اني موجود في القاهره لمأموريه عمل خاصه بالنادي، فقلت لازم اجي اشوف اولا اتعرف بالاخوه في النادي الاهلي في فرع مدينه نصر، واشوف الاجبال بتاعتي واشوف اجبال الاهلي، وطبعا النادي الاهلي معروف زاخر بالناشئين، ويبقى ماتش كويس، والحمد لله الاولاد يعني قدر الاستطاعه والامكانيات، زي ما حتى شفت اربع اهداف منهم يعني هدفين ضربين جزاء، احنا ما نتكلمش على الحكام طبعا، الحكام دول يعني خط احمر يعني، لكن هنشوف الماتش ولا هنشوفه برضك يعني، لكن على قدر الامكانيات قدموا كويس، وعشان كده بحرص النادي واحرص على اديهم دفعه اولادنا الناشئين، هم دول مستقبل نادي اسوان باذن الله. الحمد لله طبعا انا بلعب فرقه كبيره، فرقه النادي الاهلي، فرقه متصدره، طبعا مش مبرر، طبعا انا عندي غيابات كتير جدا، عندي ست لعيبه اساسيين في الملعب بين اقافات واصابات، فاحنا الحمد لله بنعد الفرقه ان اي حد ممكن يلعب، ما فيش اي مشكله، الحمد لله اللعيبه برضو ادت اللي عليها في ظروف برضو اصابات زي ما قلت لك الحمد لله، طبعا ما بعلقش طبعا على اي حاجه في التحكيم الحمد لله، طبعا طبعا انا اي ماتش الحمد لله ما بحملش ولا تحكيم ولا لعيب، انا بحمل اللعيب بتاعي وبحاول ان انا يعني اتغاضى عن الاخطاء اللي في الماتش السابق يعني الحمد لله، فرقه ماشيه بخطوات كويسه الحمد لله، ومجلس اداره مهتم جدا بفرقه 99 ان دي ان شاء الله هتبقى دعم للدرجه الاولى، الحمد لله عندنا ست لعيبه في الدرجه الاولى الحمد لله، اعداد كويس طبعا دوري الجمهوريه كنا مفتقدينه خلال الثلاث سنين، احنا قبل كده لعبنا دوري جمهوريه والحمد لله ما كناش يعني هبطنا ولا اي حاجه، بس احنا طبعا عشان لوائح الاتحاد فالفرق الكبيره بتاعتك بتنزل احنا معاها، فالحمد لله بس بشكر ربنا طبعا وبشكر اللعيبه عملوا عليهم ماتش كويس، زي ما قلت لك احنا بلعب فرقه كبيره نادي الاهلي بامكانياتها بلعبتها، بس انا طبعا الحمد لله بشكر لعيبتي جدا على الماتش النهارده. الحمد لله النهارده كنا بنلعب فريق كبير فريق الاهلي، وكان ماتش قوي خالص، احنا كنا جايين عارفين كل ده كل اللي هيحصل ده، وعارفين كان هيبقى ماتش قوي وكده، ونقول الحمد لله ان ما كناش موفقين النهارده، ومبارك لفريق الاهلي. احنا بنلعب ماتش مباراه الحد والاربع، ده بيبقى صعب علينا، ويعني في ناس بتلعب 90 دقيقه كل ماتش، وده بيبقى تعب علينا السفر والكلام ده.